وللحديث مشاهدينا الكرام عن انتهاكات ضد الناشطين في العراق معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. مرحبا بك كاظم. لماذا تصاعدت الانتهاكات على الناشطين بهذا الشكل في العراق على جميع المستويات؟ اهلا وسهلا بكم استاذ وبمتابعيكم ومشاهديكم الكرام. حياك الله. بالحقيقه الانتهاكات قد تزايدت بعد ان علمت هذه الاحزاب والميليشيات المسلحه بان الثوره هي لا هي ليست ثوره تشرين فقط، بل هي ثوره عراقيه عظيمه، وان فكره الثوره مستمر وسيطيح بهم وبعروشهم المتهالكه، وهذا ما يهدد مصير هذه الاحزاب بالانهيار. لذلك نرى ان هذه الاحزاب تقوم بعمليات تخويف ومن خلال الخطف والتغييب والاعتقالات من خلال الأجهزة الأمنية الرسمية التي تسيطر على هذه الميليشيات المسلحة التي هي ذاتها من تخطف المتظاهرين السلميين. لذلك نحن نعلم علم اليقين بأن عمليات الخطف والاعتقال ومحاربة الناشطين ستستمر بهدف القضاء على هذه الأصوات الوطنية، وهيهات أن تكون هذه هي نهاية الأصوات الوطنية والثورة العظيمة التي انطلقت للإطاحة بعروش النظام الفاسد. إننا سنستمر ونقولها وبملء الفم بأننا سنستمر حتى الإطاحة بعروش النظام مهما فعل هذا النظام ومهما قام باعتقالنا وتعذيبنا وتغييبنا. الآن الثورة العراقية هي أصبحت ثورة فكر، ليس ثورة مواجهة فقط، بل كل طبقات الشعب على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم هم حاليا أصبحوا يعون جيدا بأن هذه الطبقة السياسية لا تريد بالشعب خيرا ولا تريد بأبنائه خيرا، وأنها جاءت لتمثل أجندة خارجية لتدمير ما تبقى من الشعب العراقي. ألا يمثل مشروع قانون حرية التعبير بالعراق خيبة أمل لليونسكو والمنظمات الحقوقية، ومن يقف وراء هذا القانون؟ بالحقيقة هذا القانون هو ليس خيبة أمل للمجتمع الدولي فقط، بل هو لكل يعني الشعوب المتحضرة والتي تدعي الديمقراطية والتحضر، وبالتالي هي ضربة يعني قاضية للديمقراطية ولمسمى الديمقراطية باعتبار أن العراق يمر بهذه التجربة حاليا. أما من يقف خلف هذا القانون فمعروف أن هنالك جهات خارجية هي من تسيطر على الطبقة السياسية وهي من توجهها، وأكثر ما يسيطر على هذه الطبقة السياسية هم الولائيون معروفي الاتجاه. طبعا مهما كان فإننا نقول نعمل بأننا سنحقق شيء باعتبارنا كمتظاهرين سلميين وكشعب رافض وكشارع عام، يعني كل ليس المتظاهرين فقط، كشعب رافض لهذه الطبقة السياسية. نحن سنفضحهم وسنقف بوجوههم وسوف لن نركع تحت هذه القوانين التي تملى عليهم من خارج الحدود. طيب، السوداني طالب بالمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة ب يعني أي وثائق تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق طبعا. هل الحكومة برأيك جادة بذلك، وما مصير أكثر من 15 شكوى موثقة بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق مسجلة لدى حقوق الإنسان في العراق؟ طبعا هي ليست 15 موثقة ومسجلة فقط، بل هنالك آلاف الوثائق من خلال ما تم تقديمها من ناشطين ومن عدة جهات، يعني تقف إلى جانب المتظاهرين ومتظاهرين أيضا الموجودين في ساحات التظاهر، وهنالك طبقات أخرى قد قدمت الكثير من الأدلة على الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات تجاه أبناء الشعب العراقي. أما بأن مصير هذه الدعاوى نحن نقول يعني ما زال ان هنالك جهات تقف خلف هذه العصابات المسلحه التي تقوم بالانتهاكات وهي من توجهها. طبعا السلطه هي التي توجه هذه العصابات، هذه هي مجرد ادوات تنفذ ارادات ميليشياويه حزبيه عميله لجهات خارجيه، لذلك سيتم التستر عليها وسيتم تسويف القضيه ولن يتحقق اي شيء، كما مثل ما يعني فعل عادل عبد المهدي.
ذكرني أين تحقيقاتهم التي وعدوا بها الشعب العراقي بخصوص القضاء؟ يعني على الكثير من قاموا بهذه الانتهاكات. يعني بخصوص القضاء كما تفضلت، في كل مناسبة نتحدث عن المسؤول عن عجز القضاء أمام تحقيق العدالة في العراق، عن محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان بالبلاد. يا أخي، المشكلة أن هذه الجهات هي تسيطر على كل مفاصل الدولة، سواء كانت التشريعية أو التنفيذية أو القضائية منها. ما بالك يعني ما بالك في احد المناسبات رايت صوره لرئيس مجلس القضاء الاعلى فاق زيدان وتوجد خلفه صوره كبيره للمرشد الايراني هذا، فعن اي قضاء نتحدث؟ القضاء العراقي هو مسيس وتابع وخاضع الى ارادات حزبيه والى اجنده خارجيه تقوم بتمثيلها هذه العصابات الحزبيه والميليشيائيه داخل البلد. إذن من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، شكرا جزيلا لك.